مدرسة صفا، مدرسة ايه انتباه، مش عايزة نفس الكل مش فاطين كان احسن من الاستاذة لامية دي. هو في زي فاطين؟ هو فين دلوقتي عشان نضحك شوية بدل ما الطابور دمه تقيل كده؟ يا دي المصيبة، مستر فاطين ما جاش لغاية دلوقتي، مين هيقول كلمة المدرسة؟ طب مين هيشغل الإذاعة المدرسية؟ أنا اللي هقول كلمة المدرسة النهاردة. إزاي بس؟ سيادة المدير العام موجود، صاحب المدرسة. صدقني يا حضرس الناظر، الأستاذ فاطين مدربنا كويس قوي، وإذا خاب الأستاذ فاطين كلنا فاطين، كلنا فاطين. خلاص خلاص سمعت. بس أنت متأكد يا دود يا ابني؟ أخلاء الرجال هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل. ما تقلقش يا أستاذ عزيز، هو زيه بالظبط، مش ناقص غير انه يلبس النضارة ويبقى هو. اتفضل اتفضل، ربنا يستر. يا ابناء الخط المشرق، اهلا بكم في يوم جديد مليء بالحب والتفاؤل والامل، واعتقد ان هذا اليوم سيكتب في سجلات عقولكم وفي قلوبكم أيضا. لذا أود أن أقول لكم، تمسكوا بالأمل، تمسكوا بالغد، وكونوا كلكم أخوة وأصدقاء وأحبة. وكلمة اليوم هي: أولى لك أن تتألم لأجل الصدق من أن تكافئ لأجل الكذب. يعني يا أخوانا، محدش يكذب ويعتقد أنه هو هينجب كذبه. غلط، صدقوني غلط، صدقوني. فاهمين يا أخوانا؟ قدام يا أستاذ فاطين، يلا الحصة. طيب مع السلامة أيها المساجين المجرمين الودعاء الأصفياء، مع السلامة. السلامة يا رجالة، هتوحشوني. على فكرة بقى، لو تركبوا تكييف جوه الحجز يبقى أفضل، لأن التهوية جوه مش كويسة وممكن تنقل أمراض. لما تيجي المرة الجاية إن شاء الله هركب لك تكييف وسبورة كمان. يلا أخويا يلا. قدام يا بيت، قدام يا بيت. بالراحة عليا يا عم الشاويش، لعلمك ده مش معاك صحيان. إيه بقول الكلام ده لسيادة المأمور؟ ألاقيش معاك ولعة. ما تبطلي يا بيت. لعلمك بقى، انا اعرف المأمور. طب قدامي يا اختي، قدامي قدامي يا اختي. تقدر تفضل انت يا استاذ فاطين. متشكر جدا يا باشا. الحمد لله الحمد لله يا رب. معلش يا ابني، انا السبب في اللي حصل لك ده. لا ولا يهمك يا امي، بالعكس، ده انا استفدت جدا من وجودي هنا. يا ريت يا حضره الضابط حضرتك تبلغ حضره المأمور ان وجود مكتوب هو الحجز ده طبعا غير التكييف شيء مهم وضروري جدا. متشكر يا استاذ فاطين، هبلغه. حاضر. ممنون. لا اله الا الله، انت لسه واقف وبتنهج؟ انا مش قلت لك غير مهنتك؟ طبعا مش مقتنع بكلامي. انت عارف انا لو ما عنديش الحصه الثالثه انا كنت قعدت معاك واقنعتك. انت المفروض ما تشتغلش حرامي، المفروض تشتغل مريض. هات له جلوكوز وامسكه له كده وانت واقف. السلام عليكم. فول يا ميش. فول. سيجول ايه عربيته موجوده اهي. اه جو. الورد جميل، جميل قوي. ايه رايك بقى في المجموعه دي؟ شفتي؟ الله حلو قوي. بس مش احلى منك. هو ربنا مش احلى منك ابدا. على فكره انا عندي مجموعه ورد بلدي. اوعي حكي بقى، احب البلدي قوي. لا مش كده، انا مش قدك. ايه ده لسه عايز. صباح الخير يا حاج. طب اتفضلي انت، روحي بالسلامه وانا هجيب لك البوكيه لغايه عندك بنفسي. بالسلامه. متشكره. مع السلامه. على اذنك. انت هنا من امتى يا ميشا؟ من وانت بتحب البلد يا ابو السيد. ده خرجت امتى؟ من شويه كده. طب ما رحتش تنام ليه؟ ما انت عارف ابو السيد وانا هيجي لي نوم وليه حق بره. قصدك شيكو مدريد؟ ايوه. هحتفل بعيد ميلاده النهارده، وزمان بومبوني وستيشن بيجهزوا له التورته. وانا سوستا. امورني يا كبير. كمل لي هذا البوكيه ده، عاوز بوكيه جامد قوي، وكتر الورد البلدي، حط ورد بلدي الوان على قد ما تقدر. يلا بسرعه يا امرك يا باشا.
يا ابو السيد كتر الورد البلدي مضر. ابوك لسه شباب يا يا عم الشباب. بيشو احنا جاهزين للاحتفال وكله تمام، كله تحت السيطره. سلام بقى ابو السيد عشان ما نتاخرش على عيد الميلاد. سلام ميشو. استنى استنى ميشو، خد ادي ريل شيكو مدريد، قول له هابي نيو يير. كلك واجب ابو السيد. سلام يا ميشو. يلا رجاله سلام. بتخلص ياضي البوكيه، انت هتعملوا لي شغلانه، عاوز كتر ورد البلد بسرعه. يلا خلص. حاضر يا باشا حاضر. عاوز اودي لها البوكيه بنفسي البلدي يكمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول مره تتاخر يا استاذ فطين من يوم ما اشتغلت هناك. ظرف طارق اخرني. بس تلميذك دودي جنب الواجب وزياده، والاذاعه المدرسيه تمت وكانك موجود بالظبط. هذا الشبل من ذاك يا عيدي يا ثرثار. بس كان لي عنديك طلب يا استاذ فطين. اطلب يا سيدي اطلب، ما هو انا ما بخلصش من طلباتك. كنت عايزك تدي الوادي محمد ولدي درس خصوصي، انت عارف ان في مدرسه على جدها يعني. درس خصوصي يا جعيدي؟ درس خصوصي وانا من امتى بدي دروس خصوصيه؟ طول بالك بس عليا يا استاذ فطين، ما هو انت مش هتاخد فلوس. بتغريني يعني. ماشي يا سيدي، طالما مش هاخد فلوس فانا موافق يا جعيدي. سيبني بقى سيبني بقى علشان متاخر على الحصه. لا ده ايه الغلب ده يا ربي. كتر خيرك يا استاذ فطين وربنا يخليك للغلابه. يا ريت كل واحد يقعد مكانه لغايه ما مستر فطين يوصل. انت هتعمل علينا مستر ولا ايه يا دودي؟ لو سمحت يا وليد ارجع مكانك. انت صدقت نفسك ولا ايه يا دودي؟ انت عامل زي استاذ فطين اللي هو عامل فيلم عربي قديم. يا ريت بقى تقعدوا مكانكم وعيب الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. انا مش هرد عليكم منطقكم لان مستر فطين علمني لا ارد. احنا بقى نفرجك على مستر فطين بتاعك ده. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا فطين. ايه؟ انا مش قايل لكم قبل كده فطين دي نقولها بره المدرسه وبره الفصل ولما نكون لوحدنا كمان، انما دلوقتي هنقول ايه؟ صباح الخير يا مستر فطين. برافو عليكم، جلوس. انا النهارده يا ولاد جاي وكل حماس وقوه علشان النهارده هشرح درس عن سعد زغلول. وسعد زغلول باشا دون يا ولاد كان زعيم الأمة. لو سمحت يا مستر فطين ممكن تقبل مننا الهدية دي عشان تعرف غلاوتك عندنا وإن احنا بنحبك. هدية؟ يا متشكر جدا يا وليد، ألف شكر. إيه ده؟ ومنشة؟ هما فعلا شكلهم يضحك يا ولاد، بس شكلهم دلوقتي يضحك، لكن زمان ما كانوش يضحكوا لأنهم كانوا من سمات العصر. وأنا بالمناسبة دي أنا عايز أشكر وليد إن هو هيخليني أشرح درس النهاردة بالطربوش ده، لأن يا ولاد سعد باشا زغلول كان بيلبس طربوش زي ده وكان رمز للأمة. وسعد باشا زغلول يا ولاد وهو صغير قدكم كده كان بيدرس في الأزهر الشريف وتتلمذ على إيد علماء عظماء أمثال السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده لغاية لما حصل على شهادة الحقوق. وكان ساعتها يا أولاد الاحتلال الإنجليزي الغاشم موجود في مصر. مركزين؟ مركزين يا مستر فطين. وبعدين؟ برافو يا أولاد. وبعد الحرب العالمية الأولى سنة 1918 راح سعد باشا زغلول وقابل الحاكم البريطاني في مصر بنفسه وطلبه بالجلاء والاستقلال. Happy birthday to you. Happy birthday to you. شيكو. Happy birthday to شيكو. Happy birthday to you.
طفي الشمع. اطفي. كل سنة وانت طيب يا شيكو. والوردة دي تحية يا رجالة من سيد الحاوي أبويا. شكل شيكو يا جميل. بونبوني جاهز؟ جاهز من بدري والهنجر كله ملخم. الله عليك يا بونبوني. وانت ستيشن الكبريت موجود، ولو مستعجل الولاعه موجوده. لا مستعجل، انت عارف بقى ان انا عايز انام لان ميعاد نومي عدى من بدري ونومه الحجز وحشه. هتعمل فيه فيها يا ميشو؟ ده حبيبك كون عليك. طب ما انا هونت عليك وبلغت. وانا قدام رجالتي وقدام رجالتك بقول لك انا بعتذر يا ميشو وايفرثينج از اوكي. ايه؟ ما سمعتش. انا بعتذر لك. ها رجاله ايه رايكم؟ موافقين؟ طبعا لا. ليه بس يا رجاله؟ ده انا كنت هسامحه، ده شيكو ده حبيبي. معلش بقى يا شيكو مش هقدر ازعل رجالتي. مع السلامة انتوا يا رجالة. ماشي يا معلم ميشو. شيكو 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 شيكو. باي باي يا شيكو. سلام عليك يا ميشو. لا تشوفوني يا ولد. وبعد نفي سعد باشا زغلول إلى جزيرة مالطا كانت هذه هي الشرارة الأولى لقيام ثورة 1919، وثار الشعب كله مسلمون ومسيحيون وعمال وموظفون وفلاحون حتى شباب الأزهر وحتى النساء. يا أولاد النساء خرجنا لأول مرة في شوارع المحروسة بقيام صفية زغلول، والكل الكل كان يهتف بصوت واحد: سعد سعد يحيى سعد 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 يحيى سعد. الاستقلال التام أو الموت الزعام. الاستقلال التام أو الموت الزعام. يا عزيز يا عزيز كبة تاخد الإنجليز. يا عزيز يا عزيز كبة تاخد الإنجليز. ده يا فندم الأستاذ فطين مدرس مادة الدراسات، دايما حماسه واخده مع التلاميذ، حساس قوي وبيحب التاريخ جدا، والاولاد يا فندم كمان بيحبوه. خلاص شوف. يا عزيز يا عزيز اهلا وسهلا يا استاذ عزيز. يا عزيز يا عزيز اهلا وسهلا يا استاذ عزيز. انا اسف يا فندم. قيام قيام. استاذ رؤوف صاحب المدرسة جاي يطمن يا استاذ فطين. لا اطمن سعادتك، يعني جلوس يا اولاد. ده حضرتك لك ان تفخر وتنبهر. ده انا يا فندم كنت واخدهم وهم ميح خالص، ده كان مستواهم متدني جدا. حضرتك دول ما كانوش يعرفوا اي حاجة عن تاريخ بلدهم. تخيل سعادتك، دول ما كانوش يعرفوا مين اللي بنى ابو الهول. طبعا حضرتك عارف. احسنت يا استاذ فطين. فضل. بعد اذنك يا استاذ عزيز، بعد اذنك يعني انا كان عندي اقتراح بس الرؤوف بيه. انا كنت بقول لسعادتك يعني ايه راي حضرتك ان احنا ناخد الاولاد دولت ونعمل لهم رحله مدرسيه يزوروا فيها الاثار العظيمه بتاعت بلدهم علشان يشوفوا بعينيهم وعملي الدروس اللي هم بياخدوها هنا في المدرسه يا فندم. وده يا فندم طبعا بعد اذن سعادتك هيبقى على حساب المدرسه. يلا يلا يا استاذ عزيز. يلا يا فندم. استاذ عزيز هو ما ردش عليا ليه؟ بعدين بعدين يا استاذ فطين، كمل حصتك. احنا وصلنا ليت. يا عزيز يا عزيز اهلا وسهلا يا استاذ عزيز. انت هتستقبلي؟ ما تنطقي.
المخدرات اللي لقيناها معاك كانت بتاعه المعلم الشامي ولا لا؟ والله العظيم يا باشا مش بتاعتي. ماشي، انا هخليك تعترفي بكل حاجه. كان بيديكي كام بقى على كل توصيله؟ والله انا بريء ما اعرفش حاجه. لو سمحت يا فؤاد بيه، المتهمه فوزيه انا اللي هحقق معاها. بس انا بعد اذنك يا فؤاد بيه ضد الاسلوب ده تماما، ورساله الماجستير بتاعتي ضد مبدا العنف من اساسه. الرساله بتاعتك والكلام النظري ده شيء، والتعامل مع المجرمين شيء تاني خالص. انت بس تلاقي الحماس واخدك شويه. انا الرساله بتاعتي مش كلام نظري، وبعدين انا دخلت عشان اكون جنب فوزيه وتحكي لي بصراحه هي عملت كده ليه. ظروفها الشخصيه وخوفها على اولادها هم اللي خلوها تتصرف بالشكل ده. يا حضره الضابط، يا ريت تسمعيني وتفهميني، انا اكتر خبره منك، اتعاملت مع كل انواع المجرمين، كلهم بيقولوا نفس الكلام. مفيش حاجه اسمها ظروف، المجرم بيتولد مجرم. انا مختلفه معاك تماما في الراي، ومستعده اثبت لك عكس كده. حاضر حاضر يا ساره، بس ما تنسيش في الاخر ان انت بنت عمي، وكل اللي يهمني هو مصلحتك. وعشان انت ابن عمي انا طلبت انتدابي هنا عشان تساعدني في رساله الماجستير، مش عشان تقف ضدي. بس انا مش ضدك، انا عايزك بس تخلي بالك، مش كل المجرمين زي ما انت شايفاهم ابرياء. المجرم دايما تصرفاته وافعاله ما بتبقاش متوقعه، وعلى طول شايف ضابط البوليس قدامه كانه عدو. انا بقى عايز اغير الفكره دي، لان المجرم في الاساس هو انسان، يعني اكيد هيبقى في لغه حوار بينا. انا هنام وبعد عليا بالليل يا بونبون. ميشو، ازيك يا انس؟ تعالى استنى، انا عايز اتكلم معاك. بعدين؟ بعدين ايه؟ انا عمك وبقولك عايز اتكلم معاك، مش كل مره تسيبني وتمشي. ماشي، اتفضل يا انس. انا عايز اعرفك يا ميشو ان سلوكك وسلوك ابوك مش عاجبني. ايوه مش عاجبني، واذا كنتوا راضيين عن اللي انتوا بتعملوه فانا بحذركم، وقد اعذر من انذر. ايوه بحذركم، ابعدوا عن فطين خالص. فطين ينتمي اليكم اسما فقط، ولكن جذوره تمتد لي انا، انس عمه واستاذه وابوه الروحي. يعني انت دلوقتي عايز ايه؟ اولا حضرتك ما تنساش اني انا عمك، انا عايزكوا تبعدوا عن فطين كلية، وتبعدوه عن اي شيء يخصكم. فطين ده ثروة قومية ولابد من الحفاظ عليها. استاذ انس انت عايز اتصور بعد اذنك. طيب استناني هخلص مناقشة. يلا، فطين ده ابني، فاهم يعني ايه ابني؟ وانا لن اسمح لاحد ان يجعله يحيد عن الطريق المستقيم. اما اذا كنت انت لويت ترجع لعقلك وتعود لجدة الصواب وعايز تمشي على الطريق المستقيم، فانا ممكن اسامحك، ولكن بشروط. اولا مشي كالعادة، الجبان فقط هو الذي يخشى مواجهة الاخرين. قصدك ان انا جبان؟ ايوه. انس انا هطلع انام دلوقتي، مش عايز دوشه ولا رغي، تصور من غير صوت، فاهم؟ فاهم. انا صور واعمل دوشه زي ما انا عايز، دي شقتي وكل واحد حر في شقته. انس الله، تسلم ايدك يا عم انس، السندوتشات النهارده طعمها حلو قوي. بالعكس، دي مسخه ودلعه كمان. بس لذيذه قوي يا لمياء. انت عارفه يا لمياء يا حبيبتي، كل ما اجي المكان العظيم ده اتاكد فعلا قد ايه المصريين القدماء كانوا عظماء بمعنى الكلمه. المهم فلوس الجمعيه فين يا فاطين؟ هرم خوفو يا لمياء اللي وراكي ده استغرق بناؤه 20 سنة ومكون من 2,300,000 حجر. ياه عظيم. يعني علشان كده يا لمياء الأجانب لما بيجوا بينبهروا، إنما إحنا المصريين اللي عايشين في مصر لا انبهار لا انبهار.
احنا مش عايشين في زمانهم يا فاطين، ده على ايامهم هم. هم كانوا بيبنوا الاهرامات واحنا عايزين نتجوز علشان نخلص، ففين فلوس الجمعيه يا فاطين؟ ما هو ايش ما هو ما هو ما هو ايه ما تنطق؟ ما هو بقى لمياء حبيبتي بقى بصراحه يعني انا خايف اقول لك يعني لا تغضبي مني بقى وتقعدي تزعقي ولا حاجه، واحنا لسه ما استمتعناش بيومنا الجميل ده. يا سيدي مش هزعق، قول بقى. يا لمياء ما انت كل مره كل مره تقعدي تقولي يا سيدي مش هزعق بس قول بقى، وتقعدي تقلبي وشك في الاخر يا فاطمه انت بقى. الله ده ايه الغلب ده يا ربي. الصراحه بقى يا لمياء يا حبيبتي بصي بقى يا ستي، انا جبت كتاب العمارة الإسلامية الشيق ده ب 138 بس، وباقي من فلوس الجمعية 12 جنيه بحالهم أهم. إنما بقى كتاب العمارة الإسلامية ده إيه؟ أنت لسه هتحكي لي على الكتاب يا فاطين؟ ضيعت فلوس الجمعية يا فاطين؟ شوفي شوفي زعلت إزاي أهو؟ أنا ما زعلتش، أنا اتشليت. بعد الشر عليك يا لمياء يا حبيبتي. أقول لك على حاجة يا فاطين، إحنا مش هنكمل مع بعض فاهم؟ عشان اتخنقت منك، خد بدلتك بقى، لا عسى مش عايز اشوفك. لا لا لمياء لمياء والنبي اقعدي بقى، اقعدي يا لمياء بقى، سايق عليك النبي بقى، ده احنا مش جايين الجو الرومانسي الفرعوني ده علشان نتخانق مع بعض. لمياء علشان خاطري خدي بس، خدي خدي يا حبيبتي. هنا جواز يا فاطين. يا رب يا لمياء يا رب. خدي يا حبيبتي، بصي وانا يا ستي فلوس الجمعيه دي انا هتصرف فيها من عم انس، بس سايق عليك النبي بقى افرحي بقى واضحكي، ده انت مع فاطين فطنطن. ماشي مش هزعل، بس انت ما تزعلنيش تاني. وبعدين احنا جايين نتكلم عن حياتنا الشخصيه مش الفرعونيه. حاضر يا ستي، بس اضحكي بقى يا لمياء يا حبيبتي بقى علشان انا محضر لك رومانسيه، انما ايه جنان. ايه رايك بقى يا لمياء يا حبيبتي في الرحله العظيمه الساحره والجو الرومانسي ده؟ حلو. المهم ما قلتليش عملت ايه في موضوع دروس الخصوصيه؟ ابو الهول ده بقى يا لمياء اللي بناه خفرع ابن الملك خوفو لحمايه قبور الملوك من الاعداء واللصوص. يابا وكان ابو الهول شكله على جسم اسد لكن راسه راس انسان. شفت بقى يا لمياء يا حبيبتي عظمه الفراعنه وقدماء المصريين العظماء؟ يا سلام، علشان كده السياح دي لما بيجوا بينبهروا. يا لمياء يا حبيبتي استني بس، انا والله العظيم ما كان قصدي، بس كان شكلك يفطس من الضحك. خدي بقى البس الدمله بقى، خدي البس. ايه ايه لمياء؟ عارف يا فضيحه ما مشيتش من قدامي هصوت الم عليك الناس ولومك عايز تخطفني. اخطفك ايه بس يا لمياء؟ ده تفكير خاطئ، حد يعني معقوله يخطفك انت كده؟ طب اما وريتك يا ناس. لا 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 لمياء حصلت. لمياء يا لمياء معلش انت يا حضرتك خلاص ما بقاش فيها اخلاق المعاكسه. انا عينك كده عيني عينك ايه حضرتك؟ دي لمياء خطيبتي. يا لمياء انا لا خطيبتك ولا عايز اعرفك. يا لمياء استني بس. لما بتكذب حضرتك فهمتني غلط والله العظيم، هي بس لما وقعت من فوق الجمل لسه هترغي. استنى بس حضرتك هتضرب؟ ايوه هضرب. طب لحظه واحده حضرتك تقدر تتفضل. اللي عمله ابنك ده سادح قوي مش هيعدي على خير. اعلم في خيلك اركبه يا شيكو، بطل هالفظ خلينا بص اللي احسن منك للي احسن. قريب بيه قدامه خمس دقايق وهيبقى عندكم على طول. لا براحتك. تشربوا ايه بقى؟ لا اي حاجه بايدك زي العسل. اوكي هبعت لك المتر. هاف ا نايس داي. اهلا اهلا وسهلا بالرجاله. اهلا وسهلا. العمليه الاخيره اللي باظت منكم ديت انتوا اللي هتشيلوها. لما فريد الجندي سمعته تبوظ في السوق لو تاكلوا يعني مش هتلاقوا شغل. بس العملية اللي فاتت دي مكتوبة باسمي من الأول خالص. ومنفذتهاش ليه يا قور؟ عشان قور. عشان قور يا حاوي، مش زي ابنك واخدها عافية واخدها بصدري كده. ها؟ وإيفري ثينكس أوكي. بقول لك إيه أنت وهو، خلافاتكم دي تحلوها بره بعيد عني. دلوقتي أنا هبعت لكم لفات، كل واحد هياخد الملف بتاعه للعملية الجديدة. وعلى الله تبوظ زي اللي فاتت. اتفضلوا. المقابلة انتهت. ماشي. سلام يا برنس. سلام يا شيكو. سيد. ايوه يا باشا. الواد ميشو ابنك ده هيبقى له مستقبل كبير قوي معايا. تربيت يا باشا. عارف دماغه صاحيه. تربيت. شغال. تربيتي. وقلبه ميت. تربيتي. خلاص عرفت انه تربيتك. اه يا باشا تربيت. يبقى ابعته لي اتفضل. تربيت يا باشا.
الناس اللي هنا بتلعب دي ناس زينا يعني من البلد؟ ناس زينا بونبوني تعالى اقعد. انت قاعد في غرزه عشان حد يجي ياخد طلبات بس ساكت يا بونبوني. بيبو هاي مش يا بيبو هات لي البرتقال هتشرب ايه يا بونبوني؟ لا معلش عارفين انا بموضوع البرتقال ده مكان اصله جامد قوي فانا هديها بيره. هات له هات له بيره يا بيبو. اوكي يا كينج. ميشو ميشو انت عرفت المكان الجامد ده منين؟ عملت مصلحه لصاحب المكان ده فالجو عجبني فبقيت اجي هنا على طول. اه بس المكان هنا شكله غالي قوي وجامد قوي قوي قوي. لا طب ما احنا كمان جامدين والجامد ما يقعدش غير في الجامد. انا قلت ان المكان هنا جامد. انت لسه شفت حاجه. هاي يا ميشو. هاي مايكل بونبوني مايكل. هاي بونبوني. ايه ده ايه ده ايه ده شفت عمل ايه؟ هو ده السلام الجديد هنا؟ ايه يا مان انت ما بتلعبش النهارده بلياردو ليه؟ بصراحه بقى ما فيش لعيبه وانا ما بلعبش غير مع الجامدين. ولما انت جامد قوي كده ما تقول تورينا لعبك ولا انت بس بقى على بس انا ما بلعبش ببلاش. تايم از ماني. وخدت البوكس من هنا يا عمي وما درتش باي حاجه من هنا. وفين وفين بقى على بال ما فقت لقيت نفسي نايم جنب الرصيف والناس ماشيه عادي خالص جنبي كده ولا كان في حد مرمي جنبهم. ولا يهمك بكره لمياء والناس كلها تعرف قيمتك وقيمه التاريخ اللي بيجري في عروقك. انت بتدور على كتاب ايه عندك؟ بدور يا عمي على كتاب يكون بيتكلم على كيفيه التعامل مع المجرم علشان انا النهارده ان شاء الله عايز ابتدي في اصلاح اخويا ميشو. في كتاب عن الاجرام؟ لا 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 مش هينفع. ما انا جربت مع ابوك وفشلت مش عايزك تفشل زيي. قصدك ايه بقى يا عمي؟ قصدي ان اللي عندي ميشو سيد ده مرض يعني لازم يتعالجوا منه لازم يروحوا لطبيب نفسي. انا حاولت مع ابوك بس رفض. هو اكيد ميشو اخويا هيرفض هو كمان. بس تخيل يا عمي فكرة الدكتور النفسي دي. طب وانت هتقنع ميشو ازاي؟ خلاص ما تقلقش يا عمي ان شاء الله انا هتصرف. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. انت من اول دلوقتي لغاية اخر الجلسة يا فطين فانت ميشو. انت ايه ميشو؟ ايوة كده يا فطين. تديني ماني تلاقيني فاني. انا مين؟ انا ميشو. برافو عليك يلا برافو عليك. ايه ده ده انا ما عرفتش نفسي ده انت ميشو تيبيكال. ايه ده مساء الخير يا ميشو. مساء وخلاص يا دكتور. طب اتفضل اقعد على الشيزلونج. شيزلونج 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 بس يا ريت ننجز يا دكتور. اه طب اتفضل اتفضل اقعد اتفضل. احنا دلوقتي مفيش طفايه اعمل ايه يعني؟ خلاص براحتك. انا شفتني قلت لك حاجه؟ احنا هنبتدي الجلسه دلوقتي. ماشي نبدا. امال احنا جايين يعني عشان نلعب ولا نهزر؟ نبدا. طب اتفضل استريح. امدد اهو اهو من هنا. ايه انا قاعده جنبك اقعد هنا عايز اشوف وشك. ماشي ماشي ما تنرفزنيش. حاضر حاضر تحت اهو اديني هتشوفي وشي. ايوه شوفي وشي بقى بس يا ريت ننجز. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه والله ما في حاجه. ايه اللي على مناخيرك ده؟ لا اصل انا حضرتك كنت يعني ماشي انا وخطيبتي لمياء في الشارع وهي كانت. استنى استنى السي في بتاعك بيقول انك انت مش مرتبط. حصل. يعني ايه حصل؟ ما اصل انا بقى كنت ماشي في الشارع بعد العمليه الاجراميه والسرقه والحاجات والبوليس وما كنتش عايز اقول لك. مهم جدا في العلاج انك انت تبقى صريح جدا. وبعدين اي كلمه بتقولها لي هنا في العياده مش ممكن حد يسمع عنها حاجه. عشان كده عايزك تبقى صريح معايا وتقول لي ايه اللي حصل بالظبط. حصل. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل. انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. حضرتك بقى انا كنت ماشي بعد عمليه الاجرام والسطو المسلح مع الخزنه الكبيره الضخمه. ايوه خزنه حديد كلها الماس والماس وحديد وذهب
مطاوع وماشيين بقى كده والبوليس بيجري ورايا وعمالين بقى ينور البوليس ده وانا بجري كده وشايل الحديد الضخم دون ماشي لقيت بقى قطه معديه كده وانا بجري قمت متكعبل فوقعت على مناخيري بقى فمناخيري بس الحمد لله ربنا ستر اخر ستر الحمد لله لحقت نفسي قبل ما روحي تطلع قطه عدت قمت انت وقعت على وشك مناخيرك اتعورت هو انت لما مناخيرك تتعور روحك تطلع اصل انا روحي يا دكتوره انت قلت لي ان اسرتك مكونه من اربع اشخاص حصل مين الاربع اشخاص دول حضرتك اخويا ميشو اللي هو انا واخويا واحد بقى وبعدين ما تلخبطنيش يا دكتوره انا مش بلخبطك قول بس قول ميشو بقى ده اللي هو انا خطر بقى وحرامي ومجرم عتاقي يعني عتاقي ومقطع السمكه وديلها من صغري ايوه وبابا سيد بابا سيد بقى برضو مجرم وخطر وحرامي ومقطع نفس السمكه وديلها بقى من صغره راخر وعمي انس واخويا فطين اللي هو اخويا التوأم بس حضرتك بقى يا عم انس وفاطين دول مش اشرار دول طيبين خالص حضرتك لو تشوفيهم طب قولي بقى انت بتحس بايه لما بتشوف اخوك التوأم حصل بتحس بايه ما انا جاي بقى اعرف علشان هو اعرف ان هو بيحس بايه الله. انا مالي انا هو بيحس بايه انا عايزه اعرف انت بتحس ايه انا مين انت ميشو على مؤاخذة يا دكتورة أنا ميشو الخطير أنا الحمد لله بحس إن أنا الحمد لله رضا وكويس وميت فل واربعتاشر طيب أنت بتقول إيه لأخوك فاطين؟ لا دي سهل قوي بقوم باصص له بقى كده باستعلاء من تحت لفوق كده هون بقى علشان أنا مجرم خطير وصايع صايع صايع يعني وبقول له خد يالا الباب في إيديك يالا واطلع بره بعمل له كده براسي دلوقتي انت جاي لي العياده هنا علشان تخف من الاجرام والسرقه ولا انت جاي عشان حاسس ان اخوك احسن منك لا والله العظيم انا جاي علشان اتعالج وحياه ربنا وبعدين بقى يعني حضرتك انا الاجرام بقى والسرقه دي بقى من صغري بتجري في دمي كده مجرى العيون وانا جاي بقى هنا اصلا علشان ابطل السرقه والاجرام ولو ما قلتليش ابطلهم ممكن اسحلك لا ملوش لزوم قلبك ابيض طب هسألك سؤال بس خفيف قوي كده ماشي يا انت مالكش اي هوايات خالص يعني ما بتلعبش اي العاب رياضيه بلعب كل الالعاب اللي حضرتك تتخيليها في دماغك يعني بس كل الالعاب بقى دي بلعبها علشان خاطر الفلوس عشان انا مجرم ازاي اقول لحضرتك ازاي لسه ما خلصش هنلعب تاني بس انا بقى خلصت وكسبت الفلوس ما فيش فلوس ما قلت لك ما فيش فلوس انت كده غلطت بلاش ميشو بلاش عشان خاطر انا والنبي وبعدين ما خفتش من مسدساتهم انا ما بخافش يا دكتوره خالص علشان انا بقى ايه مجرم وخطير ومقطع السمكه وديلها طيب وبعدين ايه اللي حصل هقول لحضرتك يا دكتوره هات بس عشان اكتب ماشي امسكي بس اوعي تعوري نفسك قول يا سيدي هقول لك يا دكتوره خلاص بقى يا عم بيس بقى ده جيمه خلص خلاص بقى بيش
لازم يشرب. خلاص بقى اتفضل. استاذ ميشو انا اسف يا دكتوره، حقك عليا، اصل انا اندمجت شويه، انا اسف. اسف. اتفضل اتفضل، الجلسه خلصت خلاص دلوقتي. طب يا دكتوره قولي لي، طمنيني، يعني في امل في علاج ميشو؟ قصدي في علاج يعني. طبعا في امل. فرويد قال عدم تصحيح الخطا هو في حد ذاته خطا. احنا بقى هنحاول نصحح الخطا ده. طيب بعد اذن حضرتك بقى. انت مش بتقولي انك سبتيه يتضرب في الشارع ورميتي له الدبله في وشه ومشيتي؟ الله، مفروض حد يسأل عليه، اقول له ازاي يسأل عليك انت؟ انا مش فاهم يعني. انا عايز افهم يا بابا، هو اول مرة ينضرب؟ ما طول عمره بينضرب، وبعدين حتى لو بيموت المفروض يتصل يطمن عليا. هو احنا يعني مش كنا مخطوبين ولا ايه؟ من فضلك يا بابا اتصل بيه دلوقتي حالا، علشان انا عايز اعرف هو ما اتصلش يطمن عليا ليه. حاضر يا ستي، هتصل بيه بس بعد ما تخلص مرتك. لا دلوقتي. حاضر دلوقتي. حاضر. الو، ايوه فاطين، انا بكلمك عايز اطمن عليك بس. انشف يا دو وخليك جامد. ها خلاص فهمتك يا عم علي، فهمتك. هي جنبك صح؟ ما تقلقش، ده انا هتقل تقل وهعملها بقسوه كمان. الدهاني الدهاني دي الدهاني اهي معاك اهي. خد. ايوه يا فاطين. ايوه لمياء يا حبيبتي. انت ازاي ما تتصلش تسال عليا؟ مش عيب؟ وبعدين وانا ما وحشتكش يعني، الشوق ما جاش على بالك كده؟ ايه انا 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 يا لمياء يا حبيبتي، انا ما اقدرش انساكي ابدا. وعلى راي الشاعر، لا يعرف الشوق الا من يكابد، ولا الصبابة إلا من يعانيها. ماشي يا فاطين، أنا أصلي الفقرة بتاعتي بتاعت السيرك هتبتدي، أما أخلص أكلمك. ماشي باي بقى. يعني أفهم من كلامك إن أجيبها عندي بل بكرة؟ أيوة يا فاطين، يلا باي. ماشي، اقفلي أنت الأول. قفلت. بموت في نرفزتها. لا 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 لا. نكمل قراية. فين بقى نظرية لامبروزو ونموذج الإنسان المجرم بالولادة؟ أيوة كده، قول قول. لمياء ادتني حماس. ابتدأ لامبروزو ورحلته العلمية بالتأمل في سلوك المنحرفين، وقد لاحظ أن المنحرفين يتميزون بعدة ميزات جسدية عن الأسوياء، وصفاتهم هي ايه بقى؟ صغر حجم الجمجمة وعدم انتظامها. حاجة تقلق. فعلا الجمجمة صغيرة. بروز عظام الوجنتين. برزين برزين. شذوذ في تركيب الأسنان. لا ما مش محتاجة مراية، دي مش محتاجة مراية. شذوذ في حجم الأذنين. أنا فعلا في ودن اليمين أكبر من الودن الشمال لما بحط من طرف. إيه ده؟ وهذه المظاهر الجسمانية تنتقل بالوراثة. النهار إيه حوص ده؟ إيه الغلب ده يا ربي؟ يا الغلب ده يا ربي؟ ده الصفات دي ينتبه كان على اخويا ميشو، وانا وميشو فولة وانقسمت نصين. ايه ده؟ يعني انا ممكن اتحول وابقى ممكن